السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. كامل الوزيري وزير النقل في مداخلة لي مع أحمد موسى في برنامج اللي بيقدمه أحمد موسى، اتكلم عن الفيديو اللي انتشر وإنه بيتكلم عن الفار والأهلي مش هيكسب بطولات وما كسبش بطولات في وجود الفار، لو هتكسبوا كسروا الفار. فطلع قال لك الفيديو مجتزأ ومحدش يقدر يقلل من نادي الأهلي. قال لي بيقول لك عندي أصدقاء أهلاوية كتير وإحنا ضد التعصب، وانا دلوقتي بشجع نادي السكه الحديد، وانا دلوقتي بشجع بما ان هو وزير النقل وان السكه الحديد تتبع وزاره النقل. وقال لك ان الاخ مش هو اللي بيقول، يعني في بعض الاباء بتتكلم عن الصوره المنتشره مع ابراهيم نور الدين ان هو مسؤول او ماسك حاجه في نادي السكه الحديد، فالصوره معاه بسبب هذا الامر. وانا مش فاهم ازاي يبقى حكم ويبقى مسؤول عن نادي، ما هو الحكم اللي مسؤول عن نادي ممكن يوجه حكام تاني يحكموا لهذا الفريق يعني. فانا بيقول لك ايه، وانا دلوقتي بشجع نادي السكه الحديد. انت طلعت في الفيديو قلت الزمالك، احنا هتقول لي انا بشجع السكه الحديد؟ ده انت قايل الزمالك. دائما وابدا مع احترامنا للجميع، ليه دايما الحاجه اللي قدامنا واضحه؟ عايز زي تاني ما قلت بالامس، عاوز تستعملني ليه يا هرم؟ جمال الغندور يقول لك انا ما قلتش، انتوا لو ده التوجه ده انا شايفك يا عم الحاج. واحد تاني يطلع على القناه يشتم الخطيب ويشتم الاهلي، يقول لك لا احنا مدي تعليمات ان احنا ما نجيبش سيره الخطيب ولا نهاجم الخطيب ولا النادي الاهلي. امال اللي كان بيحصل ده ايه؟ والفيديو اللي انتشر كلامك عن نادي الزمالك، دلوقتي انا بشجع النادي السكه الحديد يعني. الاستاذ بيقول لك ايه، الاستاذ العمري فاروق صديقي، والكابتن طاهر ابو زيد صديقي، والحاج جمال الجرحي صديقي، والكابتن الخطيب ده مثل خلق بتربطني بيه علاقه جيده جدا، وما كانش فيه فرصه نتقابل كتير. يعني صديقك ازاي وعلاقتي بيه جيده ما كانش فيه نتقابل كتير؟ يعني يبدو ان هو مش صديق. انت قلت على طاهر ابو زيد صديقك والعمري صديقك وفلان، لكن علاقتي بيه جيده يعني، ده مثل خلق. المهم قال لك كان في مساعي للمصالحه بين الكابتن محمود الخطيب ومرتضى منصور، وقلت للحاج جمال الجرحي اتدخلوا ارجوك، اتدخل ارجوك تتدخلوا وهدوا الدنيا شويه لاننا مصريين واخوات. هو مين اللي يقول لمين؟ وبعدين هنا الاستاذ وزير النقل لما اتكلم عن الموضوع والمصالحه وقال لك الحاج جمال الجرحي يتدخلوا ارجوك علشان تهدوا الدنيا شويه، ومعالي الوزير هل اللي كان مولع الدنيا هو الكابتن محمود الخطيب؟ انت بتقول لي مين يهدى؟ هو الخطيب نطق بكلمه المصالحه يقول لك خلي الدنيا تهدى شويه لان لاننا مصريين واخوات؟ هو انت المفروض ده الكلام يتوجه لمين؟ يتوجه لمرتضى منصور اللي بيطلع على شاشات التلفزيون باستمرار كل يوم بشكل متواصل وانت النهارده راجل عمال قاعد في حالك، وواحد نازل شتيمه فيك يا معالي الوزير، اقول لك انت هدي الدنيا؟ احنا بلاد ولد بحد. لما اجي اطلع اقول لك هدي الدنيا احنا ولاد بلد واحده، انت كمسؤول لما تتكلم عن الطرف المضرور المبني عليه اللي هو خد حكم لصالحه بسبب التجاوز، ها لما تطلع تقول لي الكلام ده الناس ايه لما تسمعك انت كمسؤول؟ ده الخطيب هو اللي مولع الدنيا، ده الخطيب هو اللي رافض الدنيا تهدى، ده ايه يا جماعه؟ انت ما تتكلم، انا كنت منتظر تقول لا مرتضى منصور اللي بيعمله مش صح، واحنا تدخلنا واتكلمنا في مرتضى منصور وقلنا له الكلام اللي بيقوله ما ينفعش نتجاوز، المفروض الكلام كده. لكن انا كلمت مع الحاج جمال الجرح وقلت له انه يتكلم ويهدي الدنيا شويه لاننا مصريين. جمال الجرح ده ابو محمد جمال اللي هو عضو مجلس اداره النادي الاهلي، عشان احنا مصريين دخل في ايه؟ دخل متوسط للخطيب في ايه؟ قال لك والفيديو اللي انتشر مجتزأ، وانا قلت اني بحترم الاهلي والاهلاويه، انا ما اقدرش اواجه اساءه للاهلي وابقى مش ذكي لو عملت كده. ده كلام الوزير، لكن تأكيدا لكلامنا اللي قلناه قبل كده والبعض كان بينفيه، ومرتضى منصور كان بينفي يقول لك ما فيش حد اتوسط ولا تدخلت ولا دخلت حد عشان يصلح ولا بتاع، لكن على لسان مسؤول ووزير اتكلم وقال هذا الكلام، انه كان بيتم الاجتماع او الكلام مع الكابتن محمود الخطيب بواسطه بعض الناس لانه ينهي هذا الاذى. ما تقوليش بقى ينهي الاحتقان للمصالحه، لا يتنازل عن القضايا اللي رفعها، ما اصله الاحتقان ايه؟ وهل حضرتك دلوقتي الخطيب مش هيتنازل؟ وهل مش معنى انه يتنازل ما تطلعش حضرتك تقول لمرتضى منصور لا اللي انت بتعمله ده ما ينفعش؟ هل اللي بيحصل ده طبيعي؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم يا معالي الوزير. حضرتك لو واحد كل يوم يشتمك ها وحد جاي يقول لك اصطلح، هتقول له عينيا اصطلح ولا تقول لي اخد حقي؟ ها
طب القانون يديني حقي. طيب لما نقعد والراجل ده يطلع يعتذر امام العلن، ها طب يا مسؤولين يا اللي جايين انتوا تتوسطوا، انتوا اللي مسؤولين قدام ان الشخص ده لو تجاوز في حق تاني مثلا، لكن اسيب الاصل المشكله. هو لو مرتضى منصور ما بيطلعش حد كان حس بحاجه؟ ولا كان هيبقى في مشكله في البلد اساسا؟ لكن هذه هي رؤيه احد المسؤولين في البلد، رؤيه المسؤولين كده، ان الكابتن محمود الخطيب مش عاوز يهدي الدنيا ومش عايز الامور تهدى، وقال لك بنوسطه عشان احنا في الاول وفي الاخر ما اعرفش الخطيب، واحنا ابناء مصر وابناء الخطيب ماله، مش عارف بصراحه. في بعض التدوينات اللي انتشرت على تويتر منسوبه للمهندس، صفحه حتى البروفايل بتاع المهندس عدلي القيعي وباسم المهندس عدلي القيعي، لكن انا بقول لك هي فيك، وبقول جايبها وبقول لك انها فيك، لان مجدي عبد الغني تجاوز في حق المهندس عدلي القيعي بناء على هذه التغريدات الفيك، لان موقع اسمه كوره 11.com نشر التغريدات ونسبها للمهندس عدلي القيعي. التغريدات اللي هي فيك، مهندس عبد الكريم ما عندوش حسابات على السوشيال ميديا لا تويتر ولا الكلام ده كله يعني، لكن التغريدات اللي انكتبت قال لك ايه، منسوبه للمهندس عبد القيعي، الى من يزعم انه ابن النادي البار، عمرك ما هيكون ليك في دور في النادي الاهلي، عمرك ما هيكون ليك دور في النادي الاهلي، والجمهور ما بينساش وقت الازمه، ها ظهر الكل على حقيقته، وانت لا ضحيت ولا حاجه، لعبت وقبضت. هتقول لي ما كانش فلوس، هقول لك لولا الاهلي ما كنتش هتبقى اعلامي ولا عضو اتحاد كوره، كل ده من خير الاهلي عليك. وسرقه تيشرتات المنتخب لتمويل المول بتاعه، وفتح اتحاد الكوره يوم الجمعه علشان يسجل لاعب هيلعب ضد الاهلي، وزور عقد لاعب علشان يدمر مستقبله، وكل ده وهو في اتحاد الكوره وفي عهد كابتن الخطيب، إن لم تستحي فافعل ما شئت، وعلى رأي المثل العين بتكره اللي أحسن منها. وضح قبل سابق كابتن محمود الخطيب وضح قبل سابق كابتن محمود الخطيب إن الأهلي ليس بصليط اللسان ولا سباب ولا بذيء، وأنت تطلع تقول التاريخ مش هيرحم إن أولاد النادي بيتشتموا في عهد كابتن الخطيب، عجايب عجايب. فمجدي عبد الغني يتحرى الدقه بقى ويتاكد ان الكلام ده المهندس عدلي القيعي قاله ولا ما قالوش، يتحرى الدقه يعرف اساسا ان المهندس عدلي القيعي عنده صفحه ولا مش صفحه، ها لا راح داخل شايط في المهندس عدلي القيعي، قال لك في واحد مش هقول على اسمه عامل زي ابو قردان واخد مكافاه نهايه خدمه من الاهلي 3 مرات، وكل ده ولسه بيتكلم، ده انت فاجر، ايه الفجر ده، ها بتنتقد اسيادك اللي مش بيبصوا للقرف اللي انت بتبصوا له، بتاخد اسيادك اللي مش بيبصوا للقرف اللي انتوا بتبصوا له. وقال لك ايه، اسكت علشان قرفنا، ها قرفنا وريحتكم فايحه ومفيش فايده، ما تجيبش سيره اللي ضحى عشان الاهلي مره ثانيه، انت مش بتعمل حاجه غير انك تسقف بس، واحنا كنا هنموت علشان الكيان، ليه كنت في حرب 73؟ حاربت في 73 ولا عملت ايه يعني؟ انت اسكت علشان الريحه مفحفحه. والله العظيم لو مجدي عبد الغني النادي الاهلي ده ويطلع بيزعل لما الناس تهاجمه وتنتقده، ها ويقول لك اصلا ما بنتقدش النادي الاهلي، بنحبنا ايه النهارده لما تتكلم اسكتوا وريحتكم مفحفحه، وانتوا مش كان النادي الاهلي فيه فساد، فساد مالي، ها ويطلع يزعل يقول لك ما هنيتونيش. حد يهنيك مين يعني؟ يهنيك ايه يا مجدي عبد الغني؟ ها قصص كل تاني يا مجدي، انت في شكاوى مقدمه ضدك يا مجدي عبد الغني بتاع الريحه المفحفحه بسبب او فضح الدنيا وقال لك تيشيرتات ومنعوك رئيس بعثه المنتخب ولا بسبب التيشيرتات يا مجدي عبد الغني؟ ها طلعت بعد كده مجدي عبد الغني في حد مقدم شكوى ضدك على انك صرفت فلوس في الصين للجمعيه اللاعبين اللي في الصين وما فيش جمعيه اساسا في الصين ولا لا؟ وخدت بوكت ماني يا مجدي عبد الغني. انا بسالك سؤال، في واحد رئيس منتخب مش عارف اسمه ميدو ايه ده مقدم شكوى ضدك يا مجدي عبد الغني؟ ها تطلع تقول لي مين مفحفحه وبتاع، وفي الاخر لما حد يهاجمه يقول لك اه يا خطيب عاجبك كده، اما انت الخطيب اولا مش مسؤول عن الناس اللي بتنتقدك، لكن انت بتهاجم وبتسيء وبتتجاوز تتحمل كلامك، وانت ترمي مبالاكه على الناس وتتهموا الناس، ولما الجمهور يرد تقول لك عاجبك كده يا خطيب، وبعدين بتتكلم وبتهاجم راجل ما اتكلمش، ما عندوش صفحه على السوشيال ميديا، لكن هو انت ما صدقت، ما بتصدق اي واحد يتكلم صح غلط، موجود مش موجود، لو واحد كتب لك باسم وهمي اي حاجه هتطلع تهاجم الخطيب والنادي الاهلي وخلاص. على الجانب الاخر هناء حمزه والمصلحه تحكم، وهذا هو زمن المصلحه،
كل الاهلاويه بيهاجموا النادي الاهلي بسبب المصلحه. هناء حمزه عندها بنت اسمها مريم متولي تقريبا، عايزه تروح او راحت لنادي الزمالك تلعب في كره السله لنادي الزمالك ولا الطايره ما اعرفش. فطلعت تهاجم الكابتن محمود الخطيب. جماهير النادي الاهلي مش هبله، هو انت دلوقتي مش عندك بنت كانت بتلعب وسابت النادي الاهلي عشان الفلوس؟ جماهير النادي الاهلي غاضبه، ورد فعلها انها تكون غاضبه عليكي وعلى بنتك وضع طبيعي. لكن كل واحد عنده مشكله شخصيه مع الجمهور يطلع والجمهور بيسيء ليه الجمهور غاضب، ما يقدرش غضب الجمهور. جمهور ايه ده؟ بكون في النادي الاهلي وبتقبض فلوس وتجيب بطولات والجمهور يسقف لها، انا بحب الجمهور والجمهور على دماغنا. لما تمشي زيها، ما انت عملت زي رمضان، هو رمضان دلوقتي الجمهور اللي هاجمه، هل في لجان هاجمت رمضان؟ ما كلنا غضبانين، كنا غضبانين ولا زلنا يعني، خلاص رمضان قصته انتهت، لكن كنا غضبانين. ها ليه قصه اللجان ما اتكلمتش؟ قال لك لجان تهاجم رمضان، لا ليه؟ ده الجمهور الطبيعي. انت بنتك كذلك، في بعض الناس اللي مهتمه بالالعاب الصالات هاجمت بنتك، عشان هاجموا بنتك وهاجموك انت بقى اللي خير الاهلي عليك يا هناء يا حمزه. هو النادي الاهلي مش هو اللي عمل اسمك، هو اللي خيره عليكي؟ ها بسببه كنت في اتحاد الكره بتاعت السله ولا اللعبه اللي انت بتلعبيها دي طايره ولا بتاع، ها؟ فطلع هنا حمزه بتهاجم مجلس اداره النادي الاهلي، وكان النادي الاهلي بيمول لجان. ما فرقتش حاجه عن مجدي عبد الغني، ما فرقتش حاجه عن مصطفى يونس، ما فرقتش عن اي حد بيهاجم النادي الاهلي. بتكتب على صفحتها بتقول لك ايه، فعلا عمره ما كان شتام ولا لعان، لكن تمويل اللجان الالكترونيه واستنزاف اموال النادي عليهم علشان ليل ونهار يشتموا في ولاد النادي ومحاوله ايهام البشر انهم جمهور، ده ملوش دعوه بيه خالص خالص، وكمان مالص اولاد النادي. واشتموا اولاد النادي ليه؟ هو انت بنتك لازالت في النادي ولا مشيت بسبب الاهلي كان عايزها وهي بصت في الاغراءات نادي الزمالك ومرتضى منصور؟ اولاد النادي اللي قلبهم على النادي، اولاد النادي اللي يبدوا النادي، النادي فوق، يخلي النادي فوق الجميع. انت خليتي التقمنص فوق النادي وفوق كل جميع. لما الجمهور يغلط تقول ايه؟ انا مش، لكن تاني وتالت الجمهور بيقدر يفرز، وهذه الكلمات اللي بيقولها هو اللي بيخسر. عمر الناس عارفه الكابتن محمود الخطيب على ايه؟ كل هذه الامور ما بتزيدش غير من قيمه الكابتن محمود الخطيب، والناس بتعرف قد ايه الهجوم والحرب على الكابتن محمود الخطيب من اجل التقمنص، من اجل المصلحه. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته والسلام. وفي النهايه صحيح، الغباء جند من جنود الله بيسلطوا كده على الأشخاص، الغباء. شكرا حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.